من مطار جون بول الثاني الدولي ببولونيا من المتوقع أن تقلع الليلة طائرة عسكرية تونسية على متنها قرابة 120 طالبا تونسيا ممن تمكنوا من عبور الحدود الأوكرانية. عملية إجلاء ثانية بعد رحلة طويلة للطلاب ومغامرة كبيرة على الأراضي الأوكرانية بعد بدء العملية العسكرية الروسية. كنا لهنا ماضي ساعتين، هذا اللي بحذا وصلوا نص النهار قبلنا، بقينا قاعدين لهنا على أمل إنه الطيارة كانت التسعة متاع الليل وستي كونفيرمي وما تخافوش كل ما حد تقلق. دونك أبارامون ما لموش الفيزيك اللازم اللي هو 80 باش يبعثوا طيارة حربية، دونك ما جاتش الطيارة البارح. دوكو يرحم والدين المتطوعين في بولونيا التوانسة. المهم إن شاء الله يجيونا الليلة، إن شاء الله ما يعطلونيش، خاطر فما ناس بيت البارح في المطار، ناس مطيشة بصراحة، معناها لازم يشوفونا حل في الحكاية هذية. وتبقى من أكبر المصاعب التي تواجهها الجالية التونسية هي التشتت بين عديد المدن الأوكرانية، ما يتطلب وفق تصريحات خلية الأزمة بكييف التنسيق بين أفراد الجالية في شكل مجموعات قبل التحول إلى المناطق الآمنة تجنبا لأي مفاجآت مع توسع رقعة المواجهات الميدانية بين أوكرانيا وروسيا. هذه العبارة تقريبا يمكن أيام يعني ربع ساعة نص، ربع ساعة 10 دقيقة نوصلوا لرومانيا. ولدى استقباله أول دفعة من التونسيين العائدين من أوكرانيا إلى أرض الوطن، أفاد وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي أن هذه الرحلة الجوية ستتبعها رحلات أخرى ضمن جسر جوي لإجلاء كافة التونسيين في أوكرانيا الراغبين في العودة إلى تونس. عملنا تعزيز لسفاراتنا من الإدارة المركزية وكذلك تعزيز من قبل سفاراتنا المتواجدة في أوروبا من فيينا ومن بلغراد ومن رومانيا وبطبيعة الحال بلغاريا، والكل متواجدين على الحدود لاستقبال المواطنين والطلبة التوانسة ثم إيصالهم إلى العواصم وأين يعني أرسلت الطائرات على بعد يعني 400 و500 و600 كيلومتر، ويعني كانت يعني في حقيقة الأمر عملية محكمة ومنظمة، تنظيم جيد. كما جددت وزارة الشؤون الخارجية دعوة الراغبين في العودة إلى تونس من أفراد الجالية بأوكرانيا إلى ضرورة التواصل مع سفارتي تونس برومانيا وفارسوفيا لتسجيل أسمائهم حتى يتم تأمين عودتهم في أفضل الظروف.